لكن هل هو خطير بقى؟ يعني هل له خطورة أيضا؟ مفيش شيء ملوش خطورة. أي تطور تقني في الدنيا منذ بدء الخليقة بيجي معاه جانب إيجابي وجانب سلبي. القضية هنا حضرتك بتستخدميه في إيه؟ وتم تطويره بأنهي أدوات وأنهي منهجية. القضية الأزلية، الخلاف بين الخير والشر، هذا الصراع القائم اللي بيتطور مع التطور الزمن. التطورات التقنية بتتيح للخير فرص وبتتيح أيضا للاستخدامات الشريرة فرص. مع تطور مفهوم الذكاء وتطور التقنيات المستخدمة وتطور الإمكانيات، أصبح هذا الشيء الذكي قادر أنه يعمل حاجات تقارب ما يستطيع الإنسان كان أن يفعله. وبرضه ناخد بالنا أن أول نظام ذكي في الدنيا هو البني آدم. لما نقول نظام ذكي يعني نظام قادر يتواصل مع محيطه، يقدر يستجيب لمحفزات خارجية، قادر أنه يتعلم من تجاربه السابقة، قادر أنه يؤدي ويتفاعل. دي كلها صفات إنسانية بالدرجة الأولى. فأي نظام لما تستخدمي هذه الأنظمة لإدارة مدينة، من أول يعني المدن الذكية هي مدن تستخدم أدوات تقنيات الاتصالات والمعلومات لإدارة كل مناحي الحياة في المدينة، من أول لم الزبالة لحد إدارة منظومة المرور والطرق، لحد نظم النقل، لحد ضبط التكييف ودرجات الحرارة في المنازل. بالتالي استخدام النظم الذكية المختلفة في إدارة ما يقدم من خدمات للمواطن ويدار بها المدن، بتبقى المدينة تسمى مدينة ذكية.